هنا في مدينة حارم شمال الغرب إدلب. حاليا في هذا الصف 7 أبنية، كل بناء مؤلف منهم من 5 طوابق ومنهم من 6 طوابق. حتى الآن عشرات العوائل تحت الأنقاض. أيضا في القسم الآخر من الجانب الآخر هناك 3 أبنية. سأحاول الابتعاد قليلا حتى يظهر المشهد بشكل أكبر. أثناء طريقي أيضا في الشوارع والطرقات في المدينة، في كل حي منزل يعني مهدوم، في كل شارع منزل آخر أيضا. كتر المدن اللي صار فيها دمار وانهيار للمباني بشكل كبير كثير، فرق الدفاع المدني والإسعاف ما عاد تلحق. يا عيني خطي، هود الأهل نفسهم كل مين عادي بحاول يدور على أولاده، بدور على أهله، الناس كلها ما عاد تلحق تساعد بعضها.